إلى تعز، حيث تظاهر المئات من المواطنين أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بإقالة المحافظ نبيل شمسان وإحالة ملفات جميع الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة ومحاكمتهم دون انتقائية واستثناء. وشدد بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية على ضرورة ترسيخ الأمن وإنهاء الاختلالات الأمنية داخل المدينة وسرعة صرف رواتب أفراد الجيش والأمن الموقوفة منذ 8 أشهر، كما دعا الحكومة للوفاء بوعودها وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد محطة كهربائية وإصلاح الطرق الرئيسية في المحافظة. رسالة اليوم للتحالف العربي، والله والله لن تهزموا الشعب اليمني، الشعب اليمني سينتصر. تحاربوا احنا في الاقتصاد، تدعموا الحوثي بالعملة وتنهار العملة عندنا في الشرعية، أنتم وقيتم لمساعدتنا في الغش، فوالله لن تهزموا الشعب اليمني. الشعب اليمني الصغير يتحمل مسؤولية والكبير متحمل مسؤولية، الشعب اليمني من عمره 6 سنوات وهو يتحمل المسؤولية. ستهزموا إذا عملتم قرونكم في الشعب اليمني، قسما بالله لتنكسر، وأن الشعب اليمني سينتصر وستهزموا. وفلوسكم اللي تصرفوها من شان تحطموا الشعب اليمني، قسما بالله انها لا تروح عبث، وان الشعب اليمني سينتصر سينتصر سينتصر. خرجنا اليوم في هذا الصباح الباكر لنحمل ابناء تعز كلنا رساله موجهه ومنظمه الى اول الرئيس الجمهوريه فخامه المشير عبد الرب منصور هادي، اين توجيهاته باقاله الفاسدين في تعز؟ واين مدراء العموم واعمالهم في تعز؟ إلى من سلم حكم مدينة تعز المحاصرة المنكوبة؟ خرجنا أيضا لنرسل رسالتنا الموجهة الكبيرة للانقلابيين الحوثيين أن ابناء تعز في خير، وأن ابناء تعز متوجهين لتحرير مدينة تعز أولا ثم إقالة الفاسدين.